هذا وغادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في وداع سموه حفظه الله لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين. هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى أثناء مغادرته المملكة العربية السعودية الشقيقة برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. هذا نصها: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أعرب لكم عن عميق الشكر والامتنان على ما لقيته من حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة خلال زيارتي للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي أكن لها كل التقدير والمحبة والاعتزاز بما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة تشهد على الدوام المزيد من التطور والنماء. إن مملكة البحرين بقيادة أخيكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه تقف معكم دوما وقفة رجل واحد داعما للجهود الكبيرة التي تبذلونها بعزم وإصرار وحسم نحو تعزيز أسس الأمن والاستقرار للجميع ومواجهة مختلف التحديات التي تتطلب وحدة الصف. ونثمن هذا الجانب قيادة الشقيقة الكبرى للتحالف العربي نحو إرساء دعائم السلام وسبل الاستقرار في اليمن الشقيق ودحر العبث في شؤونه والحفاظ على أسس الدولة وتثبيت الشرعية فيه. وإنني إذ أكرر خالص الشكر والتقدير لأسأل الله جل قدرته أن يحفظكم ويمتعكم بمنفور الصحة والعافية وأن يحقق لشعب المملكة ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، ودمتم سالمين موفقين. سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما بعث سموه حفظه الله ببرقية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا نصها: صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أبعث لسموكم الكريم ببالغ الشكر والامتنان على ما أحطموني به من حفاوة وحسن استقبال وكرم للضيافة، كما أود أن أعرب لسموكم العزيز عن عميق فخرنا واعتزازنا بما تمثله العلاقات البحرينية السعودية من نموذج يحتذى للعلاقات المبنية على أسس من التاريخ ووشائج القربة التي تلقى كل الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظهم الله. كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بدور المملكة المخلص ودعواتها لكل ما يسهم في تعزيز وحدة الصف والتصدي إلى الممارسات التي من شأنها المساس بأمن واستقرار الدول ومكتسبات الشعوب، سائلا الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار. ودمتم سموكم سالمين موفقين، أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.